السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم اقتراح للكوتي او للفطور الصباح، كيجي لذيذ بزاف، سهل وسريع التحضير بمكونات جد اقتصادية. فبقوا معايا من اول فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. ذكر المقادير اللي غنحتاجو لتحضير وصفة اليوم. عندي نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس سنيدة، كاس ديال الحليب، والقياسات كاملة بكاس ديال العلبة، جوج خمارات، وواحد فاني، قريصة ديال الملح، والفينو. الكمية كتبقى على حسب الخليط. نمر الآن للطريقة. غنوضع نصف كاس ديال الزيت، غنضيف عليها سنيدة، غنضيف قريصة الملح، مع الفاني، غنضيف الحليب، غنبقى نضيف الفينو تدريجيا وانا سنحرك. نضيف جوج خمارات، هذا هو القوام اللي كانت تحصل عليه. هنا انا عندي المول اللي سبق لي ودهنته بالزبدة، فرشت له ورق الطبخ وعملت له الفينو في الجوانب، غنفرغ فيه الخليط.
ندخلها الفرن طيب ونتلاقى وان شاء الله في الشكل النهائي ديالها بعد ما توجد. ورجعت معكم متابعينا الكرام في الشكل النهائي ديال الوصفة اللي حضرت معكم من بعد ما وجدات. كتجي على هذا الشكل، هذا دهنتها بالعسل وعملت لها شوكولات فيرميسيل، والتزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر. الان ندوز نقطع معكم. كتجي على هذا الشكل، هذا كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، واللي مازال ما مشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا بالضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.